حديثنا اليوم سيكون عن العنف الأسري ضد الأطفال. فكم من طفل معنف؟ وكم من طفل يعاني بسبب التعنيف الأسري ضدهم؟ يعرف العنف ضد الأطفال على أنه إساءة معاملة وإيذاء من هم دون سن 18. ويمكن للعنف ضد الأطفال أن يحمل العديد من الأشكال التي تتمثل بالإيذاء، سواء جسدي أو نفسي أو الاستغلال التجاري، إضافة إلى الإهمال والابتزاز اللذان يعدان أيضاً من أشكال العنف. وجميع هذه الأشكال تتسبب في إلحاق الضرر الفعلي أو المحتمل بحياتهم أو صحتهم نموهم، هذا فضلاً عن كونها تهدد ثقتهم بأنفسهم وتعطل قدراتهم وإمكانياتهم على الإحساس بالمسؤولية. أخيراً وليس آخراً، فلنكن دائماً بجانب أطفالنا ولنقول لا للعنف. كنت معكم أنا نهار رياشي، إلى اللقاء في حلقة أخرى من برنامجكم طفلك أمانتك.